تقول السائلة: جاءت من أجل العمرة من منطقة بعيدة وجاءها العذر في الميقات، فهل تحرم وهي حائض أم تدخل مكة وإذا طهرت تحرم وتؤدي العمرة من التنعيم؟ لا يجوز لها أن تتجاوز الميقات إلا وهي محرمة، ولو كانت حائضا تحرم وهي حائض، لكن إذا وصلت إلى مكة لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر من الحيض وتغتسل. فأداء العمرة لا بد يكون بعد الطهارة، لكن الإحرام ما في مانع، تحرم وهي حائض، ولا يجوز لها تجاوز الميقات وهي تريد العمرة بدون إحرام.